الدارج في مجتمعنا أن أطباء الأسنان يستطيعون تأمين حياة بمستوى جيد من الرفاهية، فهل ينطبق هذا على أطباء الأسنان الذين غادروا إلى بلدان أخرى؟ ماذا يعني أن تكون طبيب أسنان سوري في تركيا؟ مراسلنا أنس التريسي أعد لنا التقرير التالي من مدينة أورفا. أنت منذ الآن طبيب أسنان سوري وصل حديثا إلى تركيا وفقد كل شيء في سوريا إلا مهنته الطبية، فهل ستستسلم لهذا الواقع؟ سنتعرف اليوم على الدكتور خالد، هو واحد من مئات الأطباء السوريين الذين هاجروا سوريا وحافظوا على مهنتهم الطبية في بلاد المهجر. الدكتور خالد من مواليد مدينة دير الزور 1979، درس طب الأسنان في بيلاروسيا وتخرج في عام 2006. عمل لفترة تقارب السنتين في ريف دير الزور، ومن ثم انتقل إلى العمل داخل المدينة، وبعدها بدأت رحلة النزوح، فمن دير الزور إلى الريف ومن ثم إلى حلب. بعدين انتقلنا إلى محافظة الحسكة. محافظة الحسكة كانت بإيد النظام. لم يستطع البقاء في الحسكة لوقت طويل، فانتقل بعدها إلى تركيا. عمل في تركيا بداية كمدير لأحد المشافي لفترة من الزمن، ومن ثم ترك العمل في هذا المشفى. أخذت حقيبة سنية وكنت أروح على المرضى على بيوت. أول 3 أسابيع أو 4 أسابيع أنا كنت أطلع على البيت، أطلع بالباصات. إذا المرضى اللي عندي يكونهم مجموعين بمنطقة يعني وحدة، مثل على سبيل المثال قرى كوبري، فأقدر ألحق أكثر، لأنه أنا كمان محصور أنه الباص للساعة 11 بالليل. بعد الـ 11 ما في باصات. من الساعة 9 الصبح أبدأ العمل، يعني أحياناً الساعة 2 ونص لحتى أرجع على البيت. مرة من المرات أنا رجعت على البيت الساعة 4 الصبح. كان أخوي طبعاً ملازمني بكل المراحل هاي، اللي أكبر مني. كنا نشيل الحقيبة ونطلع على الطابق السادس على الطابق السابع، واشتغلنا فترة سنة ونص بهذه الطريقة. وبعد سنة ونصف من العمل دون عيادة سنية، يتنقل من حي إلى حي، وبمساعدة من أحد السوريين المغتربين استطاع افتتاح مركز للتعويضات السنية وطبابة الأسنان في مدينة أورفا، وحافظ على معداته البسيطة التي عمل بها ونقلها إلى المركز الطبي الجديد. والحمد لله اليوم في مخبر سنية، الشباب الله يجزاهم الخير في مخبرية عم يشتغلوا. أنا أخذت غرفة، حطيت الحقيبة نفسها لأنها تعز علي، وحطيت كرسي بحر. وقبل النهاية سألنا الدكتور خالد، هل أصابك اليأس مع هذه الظروف الصعبة التي مررت بها؟ ما يئست لسبب. الحق عز وجل وصانا أنه ما نقنط من رحمته. أتأقلم بالموجود، التأقلم بالموجود هذا شيء أساسي، بمعدات بسيطة. فاليوم نتأقلم بالموجود، أوجد حل من الواقع اللي أنا عايشه. يتابع الدكتور خالد عمله دون كلل أو ملل، فحبه لاختصاصه الطبي وإيمانه بقدرته على الاستمرار بالعمل في بلاد المهجر تمنحه ثقة وعزيمة لا حدود لها. أنس الريسي لبرنامج مهجركم تركيا. ضيفي للنقاش الدكتور ناصر اليوسف، طبيب أسنان في تركيا. أهلا بك دكتور ناصر. أهلا وسهلا فيكم دكتور ناصر. تفضلي. خيارات الطبيب السوري في تركيا، ليس هناك تراخيص، ماذا يفعل؟ والله يعني ماذا يفعل؟ يعمل في جمعيات غير مرخصة أوكي للسوريين، وهي جمعيات تجارية يعني بمعنى الكلمة، تهدف لخدمة. أنت تعني جمعيات تجارية مخصصة. المسألة أوكي. الحرفية والكفاءة ليست متوفرة؟ والله نادرا يعني، للأسف الشديد نادرا يعني، بعض التجار بيعملوا بأسس الجمعية. حاليا وزارة الصحة بتطلب منه تراخيص طبية للجمعيات، وبالتالي يعني بصفي الجمعية محمية، بس هاي طبعا
بدون اجور، ترخيص طبي بدون اجور، بدون اجور للمرضى. ماذا يعني ذلك بدون اجور؟ يعني يعمل بشكل تطوعي؟ ان تكون الجمعيه مموله من قبل منظمات انسانيه ممكن. اوكي، يعني تدفع الرواتب للاطباء. انت بهذا الكلام وكانك تعمم، يعني اي طبيب اسنان في تركيا الان، طبيب اسنان سوري طبعا، لا يستطيع العمل الا من خلال هذه الجمعيات. اوكي، يوجد مخالفات كثيره هنا. يعني الحكومة لا تضغط على الأطباء، ممكن بعض الأطباء فاتحين عيادات خاصة بدون ترخيص طبعا للعمل إلى العرب يعني. نعم، معلش العرب والسوريين. إذا كما رأينا في التقرير، طبيب أسنان قد يعمل بشكل متجول أحيانا. هذه الظروف هل هي ظروف فعلا قابلة لتوفير الخدمة المطلوبة؟ والله يعني هنا يعني يوجد حقائب، أصبح يوجد حقائب طبية كاملة لأطباء الأسنان، يعني ممكن يذهب إلى أي بيت مريض ويعالجه يعني. نعم، ولكن المعدات بشكل عام التي يستخدمها طبيب الأسنان هي معدات معقدة. كومبريسور وتوربين ولايتوكيور كاملة، حقيبة ثمنها 1200 دولار ممكن يعمل فيها. طيب، بالمقابل طبيب الأسنان السوري في تركيا ليس لديه خيار، سيحاول أن يعني يتابع بهذه الطريقة أو بغيرها. هل طرحتم أنتم كأطباء أسنان، طرحتم قضيتكم، تابعتموها لدى الحكومة التركية أو لدى بعض الفئات يفترض أن تمثل الشعب السوري موجودة هنا في تركيا؟ والله بعض الأحزاب والجهات الرسمية فيها يتابعون الموضوع، ولكن لا جديد، يعني لا جديد، مجرد وعود. بالمقابل يعني هناك إمكانية لتأسيس جمعية مثلا أو تشبه نقابة بالنسبة لأطباء الأسنان، قد تكون قادرة على مخاطبة الجهة الحكومية التركية. هل حصلت يعني بعض المحاولات بهذا الاتجاه؟ والله للأسف يعني ما في هون مراكز، مثلا مثل الفلسطينيين بيعملوا هون مراكز بيجتمعوا فيها مثلا ندوات علمية أو كذا، هون للأسف ما في، يعني مجرد ما في هالمواضيع هاي يعني. يعني قد يكون مركز هون، قد يكون المسألة لها علاقة بأن وجود السوريين نسبيا يعتبر حديث بالنسبة لمثلا أشقائهم الفلسطينيين. طبعا هلأ في سوريين باسطنبول بيعادلوا 1.5 مليون شخص. نعم، أوكي، يعني أكثر من مجموع السوريين في باقي تركيا. إذن أنا بتمنى يعني إنه يكون في منظمات إنسانية تمول مشروع خيري يعني كامل كامل لأطباء الأسنان، استيعاب أطباء الأسنان والأطباء البشريين والمعالجة للسوريين بالمجان أصلاً. يعني ممكن منظمات إنسانية تدفع راتب بسيط لطبيب الأسنان يكتفي فيه ويقدم أولاد بلده يعني. هذه فكرة قد تكون مهمة. وبالمقابل يعني من خلال متابعتك، السوريين بشكل عام هل يستطيعون الحصول على خدمة ما يتعلق بطبابة الأسنان اللاجئين بشكل عام؟ طبعا هلأ كلها هي الخدمة هون صارت مأجورة يعني بأسعار رمزية. أما إذا في مثلا منظمات دولية قادرة تمول هيك مشاريع خيرية بالكامل بيكون أفضل طبعا، لأنه السوري هون في ناس ما عنده يعني تدفع 10 ليرات تكلفي يعني. يعني نستطيع أن نقول بأن هذا الحال بالنسبة لأطباء الأسنان السوريين في تركيا قد يدفعهم، أو من المؤكد يدفعهم لمحاولة الهجرة بأي طريقة إلى دول أوروبية وغيرها، أليس كذلك؟ طبعا شيء أكيد، بس نفس السيستم طبعا طبيب الأسنان ممكن هناك يضل 3 سنوات حتى يحسن يزاول المهني يعني. نعم، الدكتور ناصر اليوسف كنت معنا من تركيا، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. بالمهجر بتتنوع الجنسيات، يعني شيء طبيعي سوري يندمج مع المصري والتركي وجنسيات كثيرة. لنشوف شو بيصير لما بيخبروك رفقاتك. بس مو أي رفقة. موسى صعبي رجعت المغرب، شو الأخبار العيلة؟ شو الأخبار كل حاجة؟ يا سياك وجع جميلة، وحشني بزاف صاحبي وجع.
يا جمال، ازيك يالا؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ والله بتكلم جد؟ النهارده؟ تمام، شوف بعد ساعه كام. ايش طيب يا باشا؟ أورانا بي نابيون. Çok şükür ya, çok şükür. Sen neredesin? Ha güzel. Tamam. Tamam bak, baksana. Sen dur burada. Ben 5 dakika geliyorum, tamam mı? Hadi tamam. لك علي محمد، كيفا؟ كيف مصاريفا؟ شوفك عم تحكي؟ لك هاد نتو عمل تنزيلات؟ نتو ما غيره؟ قديش صاروا الجبنات؟ لك بشرفك جيب لي كيلو؟ بحاسبك فيه بعدين. ايه شو سافا؟ امتين رجعت من لبنان؟ عال عال لك ضروري بكره تحكيني اوكي بليز احكيني بكره بدي احكي لك شيء ضروري ايه اوكي باي باي لك علي لوكاس 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 ناب شو عامل ايه لوكاس شو لوكاس سافا لوكاس ثانية بيتزا يا يا alles in Ordnung mir geht's auch gut aber du weißt ja man hat hier wirklich viele Freunde die aus verschiedenen Ländern kommen. Und deshalb ist man verwirrt manchmal. Bis später. بمواجهة الحملات ضد اللاجئين بأوروبا وبحركة ذكية لإظهار المفارقة بين السفر لأجل السياحة وبين المخاطرة للنجاة جائزة مفاجأة للزبائن والنتيجة التعرف على حقيقة اللجوء